كده عرفنا المضلع راس الايه؟ مضلع اسم المضلع. عايزين نعرف حالة مهمة جدا بقى، الضلع المضلع، الضلع في المضلع، والقطر في المضلع. نركز بقى مع بعض، الضلع في المضلع والقطر في المضلع. خلي بالك الاثنين متشابهين في حاجات ومختلفين في حاجات. احنا كنا بنقول الراس نقطة صح؟ اه. اسم المضلع بنطقه برؤوس. اسم المضلع بنطقه ايه؟ تعال نشوف الضلع والقطر. قال لي الضلع هو قطعة مستقيمة. يبقى لما تيجي تنطق الضلع لازم تنطق ايه؟ قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة. قال لي القطر برضه هو قطعة مستقيمة. يبقى الاثنين زي بعض، لما تيجي تنطق الضلع تنطق قطعة مستقيمة، لما تيجي تنطق قطر تنطق قطعة ايه؟ مستقيمة. قال لا، يعني هما الاثنين زي بعض؟ لا. يعني أي قطعة مستقيمة أطلعها من قدامي وأقول عليها إن هي ضلع أو قطر؟ لا. لا. قال لي خلي بالك، قطعة مستقيمة الضلع قطعة مستقيمة بس بيصل، تصل بين رأسين. لحظة. القطر برضه هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين. يا الله، يعني القطر قطعة مستقيمة تصل بين رأسين، والضلع قطعة مستقيمة تصل بين رأسين؟ لا. اه. الضلع قطعة مستقيمة تصل بين رأسين. القطر قطعة مستقيمة تصل بين رأسين. يعني أنا عندي الرأس ألف والرأس باء، فين القطعة المستقيمة اللي واصلة ما بينهم؟ ألف باء. القطعة المستقيمة ألف باء. سميناها هنا إيه؟ ألف باء. سميناها ضلع ولا قطر؟ ضلع. الراس باء والراس جيم، القطعة المستقيمة اللي واصلة ما بينهم ايه؟ باء جيم. باء جيم، سميناها ايه؟ باء. طب أنا عايز أفهم يا أستاذ، أنت ليه ده سميته ضلع وما سميتوش قطر؟ ما هو بيصل بين راسين والقطر بيصل بين راسين. إمتى بقى اللي بيصل بين راسين تسميه ضلع واللي بيصل بين راسين تسميه قطر؟ الفرق بقى؟ قال لي الفرق بسيط. إن الضلع قطعة مستقيمة تصل بين رأسين متتاليين. طبعًا فين؟ في المضلع. أما القطر بيصل بين رأسين غير متتاليين. في المضلع. السؤال بقى، الرأس ألف والرأس باء، رأسين متتاليين ولا غير متتاليين؟ متتاليين. يعني جايين ورا بعض. يعني وأنت بتنطق المضلع كده تبص تلاقيهم جايين ورا إيه؟ بعض. الألف وراها مين؟ باء. يا وراها مين من الناحية التانية؟ الألف. يبقى الألف والباء رأسين متتاليين. يبقى القطعة المستقيمة اللي واصلة ما بينهم تسميها ضلع ولا قطر؟ ضلع. لما أجي أقول لك سميت ده ضلع ليه؟ تقول لي عشان هو قطعة مستقيمة. بس دول ماشي مع التعليم، لأن هو قطعة مستقيمة. فاصل بين رأسين أهو. متتاليين ولا مش متتاليين؟ متتاليين. يبقى ضلع. القطعة المستقيمة ألف دال، ضلع ولا مش ضلع؟ ضلع. لما أجي أسألك أقول لك ليه ومشي مع التعريف. لما أجي أسألك أقول لك ألف دال سميناه ضلع ليه؟ تقول لي عشان هو قطعة مستقيمة. بتصل بين رأسين أهم، ومتتاليين ولا مش متتاليين؟ متتاليين. يبقى الضلع اللي هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين متتاليين، يبقى أنا أي قطعة مستقيمة بتصل بين رأسين متتاليين يعني جايين ورا بعض اسميها ايه؟ ضلع. طب الراس ألف والراس جيم، راسين ايه؟ جايين ورا بعض؟ لا. يعني الراس ألف اللي وراها من الناحية دي ألاقيها جيم؟ لا. الراس ألف اللي وراها من الناحية دي ألاقيها جيم؟ لا. يبقى الراس ألف والراس جيم يبقى راسين متتاليين؟ لا. اه، لأنهم مش ورا ايه؟ بعض. يبقى دول راسين غير متتاليين. القطعة المستقيمة بقى اللي واصلة بين رأسين غير متتاليين أسماها إيه؟ قطر. ليه؟ لأنه قال لي إن القطر قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين. خلاص، يبقى القطعة المستقيمة ألف جيم واصلة بين رأسين غير متتاليين، يبقى أسماها إيه؟ قطر. دكتورة شهد، تعرفي تطلعي لي قطر تاني؟ اتفضلي. انا بنطق قطر لازم اقول ايه؟ النقطة؟ لا. الشعاع؟ لا.
المستقيم؟ لا. الايه؟ البرد. ها؟ احسنت، سقفوا الدكتوره نادر. انا وانا بنطق القطر لازم اقول قطعه مستقيم، ما هو الراجل قال القطر قطعه ايه؟ مستقيم. يبقى وانا بنطق القطر بقول القطعه ايه؟ مستقيم. يبقى انا بنطق اقول القطر ده اقول القطعه المستقيمه باء د. سمينا القطعه المستقيمه باء د يا دكتوره شاب، قطر ليه؟ لانها تصل بين راسين ايه متتاليين، هما الباء والايه والدال اهو، انت عارف الدال اهو، لانها قطعه مستقيمه وبتصل بين راسين غير ايه متتاليين. طيب اتفضلي استريحي دكتوره سمية، قطعه مستقيمه باء ج قطر ولا ضلع؟ نشوفها واصله بين مين، واصله بين مين قطعه مستقيمه باء ج، واصله بين مين؟ الباء والجيم، الراسين باء والراسين ايه، الراس باء والراس ايه جيم، متتاليين ولا غير متتاليين؟ ها متتاليين. طب اللي اتصل بين راسين متتاليين اسماها قطر ولا ضلع؟ ها احسنت، ضلع. سأقول اهو الضلع قطعة مستقيمة تصل بين راسين متتاليين. طيب سؤال الدكتورة جنى عيد، القطعة المستقيمة جيم د قطر ولا ضلع؟ ليه؟ أحسنت، يبقى ضلع عشان تصل بين رأسين متتاليين. سؤال القطعة المستقيمة باء د قطر ولا ضلع؟ الدكتورة حبيبة نمنم ها قطر. أحسنت، ليه؟ أحسنت لأنها قطعة متصل بين رأسين متتاليين. جميل دكتوره منا، القطعة المستقيمة ألف جيم قطر ولا ضلع؟ ليه؟ تصل بين رأسين غير متتاليين. أنا هسأل سؤال بقى تجاوب عليه الطالب الذكي. القطعة المستقيمة جيم مين؟ قطر ولا ضلع؟ القطعة المستقيمة جيم مين؟ تعالى نشوفها كده، بتصل بين مين ومين؟ قطعة مستقيمة جيم ميم، بتصل بين مين ومين؟ جيم ومين؟ الجيم والميم، تعالى اهي. قطعة مستقيمة جيم ميم، بتصل بين الجيم والميم، قطر ولا ضلع؟ الحتة دي بس من أول هنا لهنا. قطر ولا ضلع؟ ماشي دكتورة سارة، ها دلع. ليه؟ راسين متتاليين. تعال هي تصل بين مين ومين؟ لا دلوقتي يقعد، بتصل بين الميم والجيم، الميم راس؟ لا. يبقى ازاي هتصل بين راسين؟ ده هي اصلا مش واصله بين راسين اصلا. قطعة مستقيمة جيم ميم واصلة بين الرأس جيم والنقطة ميم، هل النقطة ميم دي رأس؟ لا. يبقى هي كده تصل بين رأسين؟ لا. يبقى ينفع أقول عليها ضلع؟ لا. الدكتورة رقية قالت لنا قطر. هي دلوقتي قطعة مستقيمة جيم ميم بتصل بين إيه؟ الرأس جيم والنقطة ميم. القطر قال لي تصل بين إيه؟ رأسين. يعني لازم النقطتين يبقوا رأسين. هي هنا واصلة بين رأس والنقطة التانية رأس؟ لا. يبقى ينفع يكون قطر؟ لا. طب تنفع تكون ضلع؟ لا. يبقى أهم حاجة توفر الشرط الأولاني، تصل بين رأسين، الضلع بيصل بين رأسين، القطر بيصل بين رأسين. طب هي لو بتصل بين رأس ونقطة تانية مش رأس؟ يبقى ولا قطر ولا إيه؟ ولا ضلع. طب القطعة المستقيمة ميم دال، ميم دال قطر ولا ضلع؟ ولا قط ولا ضلع، لأنها واصلة من الرأس دال والنقطة مين؟ هي النقطة مين رأس؟ لا. يبقى ما تنفعش الوصل ما بينها وبين أي رأس، ينفع ولا قطر إيه؟ ولا قط ولا إيه؟ ولا ضلع. خدنا القطر والضلع. إحنا خدنا الضلع وخدنا القطر، خدنا اسم المضلل، عايزين نحدد نوع المضلل. قال لي نوع المضلل بحدده على حسب إيه؟ عدد أضلاعه.
او على عدد الرؤوس. انا ملاحظ كده عدد الرؤوس المضلعه ده كام؟ اربعه. وعدد اطباقه كام؟ اربعه. وهنشوف عدد الزوايا برضو كام؟ اربعه. اربعه. يبقى انا بحدده على حسب عدد اضلاعه او عدد رؤوسه او عدد ايه؟ زوايا. عندي في كام ضلع؟ اربعه. يبقى بسميه شكل رباعي. بسميه شكل رباعي او مضلع ايه؟ رباعي. طب لو في خمس اضلاع؟ شكل خماسي. لو في ست اضلاع؟ شكل ثلاثي. شكل سداسي. لو في سبع اضلاع؟ شكل ثلاثي. وهكذا. مفهوم كده؟ اه. جميل. يبقى عرفنا نوع المضلع؟ اه. فاضل بقى زوايا المضلع. قال لي زاوية المضلع بقى لازم أن تكون رأسها رأس في المضلع. رأسها لازم يكون رأس من رؤوس الايه؟ المضلع. يبقى عند أي رأس من رؤوس المضلع تلاقي زاوية. بس قال لك بشرط تكون محصورة بين ضلعين في المضلع. طب لو محصورة ما بين ضلع وقطر، الزاوية دي ينفع تسميها زاوية في المضلع؟ لا. محصورة بين ضلع وإيه؟ وقطر. تنفع تكون زاوية في المضلع؟ لا. قال لي لا. زاوية المضلع لازم أن تكون محصورة بين ضلعين. شايف القوس؟ جاي ما بين الضلع ده والضلع ده. دول مضلعين في المضلع ولا لا؟ ضلعين. يبقى خلاص يبقى دي زاوية. وعند الراس راسها الراس ايه؟ ألف. الراس بقى هلاقي عندها زاوية. أسميها زاوية ايه بقى؟ باء. مش احنا اتفقنا قبل كده إن الزاوية ممكن أنطقها برأسها بس؟ آه. يبقى الزاوية ممكن أنطقها بثلاث نقط. ممكن انطقها بنقطة واحدة بس تكون ايه؟ رأسها. بس قال لي بشرط الزاوية تنطقها برأسها بس لو هي رأسها رأس الزاوية واحدة ايه؟ بس. يعني أنا عندي الزاوية اهي. رأس هنا ايه؟ ألف. الزاوية دي رأسها ايه؟ ألف. يبقى أقدر أقول زاوية ألف. هل الرأس ألف رأس الزوايا تانية؟ لا. طب لو قمت عامل لك شعاع كده. اه اصبح الراس الف، ما هوش راس الزاويه دي؟ لا. الزاويه دي راسها ايه؟ الف. يبقى الراس الف راس للزاويه دي وراس للزاويه دي وراس للزاويه دي كلها. يبقى الراس الف راس لكام زاويه؟ ثلاثه. ينفع اقول بقى زاويه الف؟ لا. هنا ما ينفعش انطق الزاويه براسها بس، لازم انطقها بتلات ايه؟ رؤوس. تلات نقط. بتلات ايه؟ النقطة الأولية من على ضلع، النقطة الثانية الرأس زي ما اتفقنا، النقطة الثالثة من على الضلع الثاني بتاع الزاوية. يبقى الرأس إيه فين؟ في النص. أما هنا الزاوية إيه؟ رأسها إيه؟ ألف. ألف هنا رأس بكام زاوية؟ بزاوية واحدة. يبقى أقدر أقول عليها زاوية ألف. زاوية ألف. طيب الرأس باء عندها زاوية واحدة ولا زاويتين؟ زاوية واحدة. يبقى أقول زاوية باء. الرأس جيم. زاوية جيم. الرأس ده زاوية. يبقى عند كل رأس من رؤوس المضلع زاوية. مفهوم؟ أي زاوية في المضلع زي ما اتفقنا لازم تكون محصورة بين ضلعين في الإيه؟ في المضلع. أي زاوية في المضلع لازم تكون محصورة بين ضلعين في المضلع. أي زاوية في المضلع الضلعين بتوعها ضلعين في الإيه؟ في المضلع. اي زاويه في المضلع الضلعين بتوعها ضلعين فين؟ في المضلع. عندي قاعده بقى بتقول لي ايه؟ اخد حاجه ناخدها بقى. بتقول لي في اي مضلع في اي مضلع عدد الاضلاع يساوي ايه؟ عدد الزوايا يساوي عدد الرؤوس. يعني سؤال، لو انا قلت لك المضلع س ص ع ل م في كام ضلع؟ خمسه. عد الرؤوس كده، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. يبقى في خمس رؤوس، يبقى في كام ضلع؟ خمسه. يبقى في كام زاويه؟ خمسه. خمس ايه؟ زاويه. في حد عنده مشكله كده في الدرس؟ لا. فاضل تكه صغيره. حد يعرف ينطق لي الزاويه ده اهي بثلاث نقط؟
لا ده اي زاويه لازم اقدر انطقها بثلاث نقط. اي زاويه عندي في الدنيا اقدر انطقها بثلاث نقط. دكتوره سلمى، دكتوره بسمله، احسنتي. اخلي عيني على الراس هنا. انت عايز تنطقها بثلاث نقط، حط ايدك على الراس وجيب نقطه قبلها من على الضلع ده او الضلع ده. يبقى اجيبها من على الضلع ده، اقول زاويه ايه؟ الف بعدها راس ب ج، او زاويه ج ب الف. طب عايز انطق الزاويه اللي راسها ج بثلاث نقط. مؤدب، احسنت. سقفولها زاويه، شوف انا حاطط ايدي على الراس عشان ما اجيبوش في الاول، اجيب نقطه قبل اهو، نقطه قبل، يا من على الضلع ده يا من على الضلع ايه ده. مش دول الضلعين بتوع الزاويه؟ اه. ولا اجيبها من هنا؟ لا، من على الضلعين بتوعها هم. يبقى زاويه ب ج د، او زاويه ب ج ب. دكتوره سلمى بصويصي، انطقي لي الزاويه اللي راسها دال بثلاث نقط. احسنت. زاويه ا د ج، او زاويه ج د ا.